شكرا لك سيدة الرئيسة. هذه ميزانية 2014 للمجلس الوطني التأسيسي اللي يقع إعدادها قبل أن يصادق على الميزانية المالية التكميلي، واللي يقع تحيينه على أساس اقتصاد في نفقات التصرف لميزانية المجلس الوطني التأسيسي بخمسة مليون دينار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون حسب معناها ما قدم لي من الإدارة العمومية، بمعنى وأنه كانت الزيادات المرتقبة لسنة 2013 والتي لم يقع صرفها وقع إحالتها إلى 2014 اللي هي ما عندها حتى داعي لوجوبها وحتى مبرر لوجوبها، ولذلك على أساس التحيين وعلى أساس ميزانية التكميلية ل 2013 وعلى أساس الواقع الذي وقع صرفه لمنح النواب ل 2013 الذي يقدر ب 9 مليون دينار و 112 مليون، ولذلك وجب تخفيض هذه الميزانية، خاصة وأن المجلس الوطني التأسيسي بعد المصادقة على الدستور من المفروض وأنه ينهي الأعمال متاعه وما عاش فما حتى موجب لأي زيادة أخرى مرتقبة من أي نوع كان. هذا عداء وأنه بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي لن يكمل نشاطه قبل 2014 حسب المقترحات المقدمة في الدستور، بمعنى وأن هذه المنح، وأدعو نواب الشعب أن يكونوا مرة أخرى في الموعد باش يعطوا رسالة جيدة لشعبهم في أنهم ليسوا من أولئك المتهافتين وليس من أولئك الذين يريدون أي نوع من امتيازات، وهم من أولئك الذين يتعففون على أي شكل من أشكال الامتيازات. هذه رسالة يجب أن تقدم إلى هذا الشعب، ومجلس الشعب هذا يجب أن يكون صورة لانتظارات هذا الشعب، بمعنى كنت متأكدا تمام التأكد على أن هذا المقترح سيثير غضب العديد، لكن أنا متمسك به، أنا عاهدت هذا الشعب على أن أترك، أنا عاهدت هذا الشعب على أن هذا الأمر لن يمر إلا وأن أصدح به حقيقة وجهارا أمام الجميع، وشكرا لكم. شكرا سيد النائب. هذا سي نجيب مراد، راه مش معقول يا سي نجيب مراد مش معقول. سي نجيب من فضلك اهدأ، سي نجيب اهدأ، هذا رأي، تفضلوا سي نجيب من فضلك. لا من فضلكم سي سعد، من فضلك. السادة النواب، بربي نحب نفكركم في حاجة، هذا السيد النائب أخذ كلمته في نطاق الرأي معاه وسيكون الرأي الضد. تفضل سي نجيب حسني، الرأي الضد. لا سيدتي كريمة، ثم رأي ضد، من فضلك سيدتي النائبة، من فضلك. لا يا سيدتي، السيد نجيب حسني هو من طلب. يا سيدتي الكريمة، سي نجيب، تفضل سي نجيب حسني. لا، السيد نجيب حسني، الكلمة للسيد نجيب حسني. الرجاء حافظوا على الهدوء، حافظوا على الهدوء، الله يبارك فيكم. إذا نحن أخذنا الرأي مع وسنأخذ الرأي الضد. سي نجيب حسني تلبق بالكم. لا تفضل سي نجيب. بالطبع، وقد أخذ السيد النائب 4 دقائق وليس 5 دقائق، وسنعطي للسيد نجيب حسني 4 دقائق للرأي الضد. تفضل سي نجيب. يا سيدتي الكريمة، لقد طلب أول واحد.
لا يا سيدتي، لا أقصي أحد يا سيدتي. سيد رئيسة لطفا، أنا أحيل كلمة. لا لا لطفا، لطفا سيدتي، لطفا سيدتي، لا.